قصتنا بتبدأ بشاب اسمه وليد، عايش حياته كلها مع والده ووالدته، فضل تحت رجليهم يخدمهم ويلبي لهم احتياجاتهم. والده كان بياخد معاش، ومع مرتب وليد كانت الدنيا بتمشي والعجلة دايرة وكله تمام الحمد لله، لحد ما وليد بيترفد من شغله والدنيا معاه بتبدأ تقفل في وشه. وليد مقدرش يستحمل، قرر انه يسيب والده ووالدته ويروح يبني عشة منخوص على الطريق ويعيش فيها لوحده. يعدي كام اسبوع والام ما تعرفش حاجة عن وليد، وطول الوقت مع صلاتها بتدعي ربنا انه يرجع ابنها سالم غانم. وليد عاش في الكوخ اللي بناه، كان اللي يعدي عليه بعربية يديله اكل وشرب وفلوس، والحال بيمشي وربنا بيكرمه بسبب دعاء والدته. لحد ما في يوم راجل كبير في السن بيصحي وليد من النوم على ألم جامد، وبيقول له يقوم يرجع بيته ويفضل جنب والده ووالدته. يصحى وليد من النوم يكتشف ان اللي حصل ده كان كابوس، بس رسائل ربنا لينا عمرها ما كانت كوابيس. يحس بوجع من آثار الألم اللي الراجل ضربه له في الحلم، ويعرف ان اللي حصل ده ما كانش حلم. ياخد حاجته ويهد الكوخ ويرجع بيته لوالده. الأم بتفرح برجوع وليد وبتشكر ربنا، وبيكمل وليد كام سنة جنبهم في خدمتهم لحد ما شاء القدير إن والدته تتوفى، وبعدها الأب كمان بيتوفى. ياخد وليد عزا والده ووالدته 3 أيام. أول يوم الصوان بيتنصب والناس تيجي تعزي وليد. في آخر اليوم يلمح الراجل اللي جاله قبل كده في الحلم قاعد وسط الناس، يروح عليه بس الراجل يختفي. تاني يوم يتكرر نفس الحدث، ومع آخر يوم من 3 أيام بتوع العزاء يشوف نفس الراجل، بس المرة دي الراجل بيفضل في مكانه. وليد يروح له ويقول له سعيكم مشكور، واشكروا ان جه العزاء. وفي آخر الكلام بيسأله لو شافه قبل كده. الراجل بيبص لوليد وبيقول له انه قريبهم من بعيد، ولما عرف بموت والده ووالدته جه عزاء. بعدها الراجل بيسأل وليد عن شغله، وليد بيقول له للأسف في آخر شغل كان هو وصاحب الشغل على خلافات دايما، وفي الاخر قرر انه يرفضه. الراجل بيقوله انه هيعدي عليه بكره وهياخده ويروح لشركه يعرف فيها حد هيعينه. كل واحد فيهم بيمشي وبيتجمعوا تاني يوم. الراجل ياخد وليد ويروح قدام الشركه اللي قالوا عليها، يقول لوليد انه هيدخل ويسال على الحاج عبد الرحمن. وليد بيستغرب وبيسال الراجل هو ليه مش هيجي معاه. الراجل بيبص لوليد وبيضحك ويحط ايده في شنطة كانت معاه، يخرج منها حتة قماش حمراء يديها لوليد يقوله يديها للحاج عبد الرحمن، وبعدها مش هيحتاج ان هو يتكلم. وليد بياخد القماشة وبيشكر الراجل وبيسيبه ويمشي. يدخل الشركة يسأل على الحاج عبد الرحمن ويقابله، كمان يقوله ان هو محتاج يشتغل، وان حد بعته مع حتة القماش وقاله يديها للحاج عبد الرحمن وهو هيعاين. ساعتها الحاج عبد الرحمن بيوقف قدام وليد مستغرب، بيفضل دقايق في صمت. بعدها الحاج عبد الرحمن بيقول سبحان الله، وبيطلب السكرتيرة وبيقول لها ان هي تعين وليد في الوظيفة المناسبة. تعد السنين ووليد يبقى دراع الحاج اليمين، يعتمد عليه في كل حاجة، لحد ما الحاج بيبعت وليد بيته ويجيب له ورق مهم. وليد بياخد العربية وبيروح لبيت الحاج. البواب بيسأله هو مين وبيعمل ايه هنا، يقوله انه هنا عشان الحاج بعته يجيب ورق مهم من الخزنة. البواب بيكلم الحاج والحاج بيأكد له ان فعلا هو اللي بعت وليد. بعد كده بيدخله البيت ويروحوا الاتنين الخزنة. البواب بيسمع جرس البوابة بيرن، يقول لوليد ياخد الحاجة اللي عايزها من الخزنة ويقفلها ويحصله عشان هو هيروح يفتح الباب للست الصغيرة. وليد يفتح الخزنة يلاقي فيها فلوس ودهب. الشيطان يلعب في دماغ وليد ويوسوس له عشان يسرق الفلوس والذهب ويمشي، بس وليد يستعيذ بالله وياخد الورق، بعدها يقفل الخزنة ويخرج. يقابل الست الصغيرة بنت الحاج عبد الرحمن، توقفه وتسأل البواب مين ده وبيعمل ايه هنا. يقول لها انه شغال مع الحاج وجاي ياخد ورق مهم من الخزنة. البنت بتستغرب جدا وفضولها يدفعها انها تسأل والدها عن الشخص اللي امنه على ماله، لدرجة انه دخل بيته وخلاه كمان يروح للخزنة ويفتحها. والدها يقول لها على الحلم اللي شافه قبل ما وليد يروح يطلب شغل، والسر وراء انه يوافق يعينه وكمان يأمنه على بيته وماله. البنت دافع الحلم اللي شافه والدها خلاها تقرب من وليد وتتعرف عليه اكتر، وزرتها للشركة بتكتر،
وكلامها كمان مع وليد، بس وليد كان حاطط بينهم حواجز كتير تمنعه انه يشوفها غير انها اخته، بدافع الراجل اللي شغله اكرمه وامنه على بيته. لحد ما الحاج عبد الرحمن بيقول لبنته ان في عريس عايز يتقدم لها، ما بتوافقش وبترفض، والسر في ده انها حبت وليد. العرسان بيتقدموا لها واحد ورا التاني لحد ما بتروح لوالدها وتقوله انها بتحب وليد. الحاج بيتضايق وبيقول لها وليد ازاي يعمل حاجة زي كده، وده مش اخر المعروف اللي عملته معاه. البنت بتفهم والدها وبتقوله انها هي اللي بتحب وليد وهو اللي بيبعد عنها. اعجاب الحاج عبد الرحمن لوليد بيزيد اكتر، بينام الحاج ويحلم بحلم، بعدها يصحى ويقرر انه يتجوز بنته لوليد. بيروح لوليد ويقوله يتجوز بنته. وليد كان متردد في الاول وقال للحاج ان العين ما تحلاش عن الحاجب، وانك بعد ربنا سبب في اللي انا فيه دلوقتي، فخاف اظلمها معايا وما كنش قد المسؤولية. الراجل بيقول لوليد انه خلاص خد قرار وهيتجوزوا بنته فعلا، يعيشوا الاتنين مع بعض في سعادة وهنا، وربنا يكرمهم ببنوتة جميلة. حد كام سنة والحاج عبد الرحمن يتوفى، وليد يمسك الشركة ويكون مكان الحاج بعد ما كتب له كل حاجة باسمه واسم بنته. وفي يوم تصارح بنت الحاج عبد الرحمن وليد اللي بقى جوزها، وتقوله ان ابوها شاف في الحلم واحد جاله وقال له انه هيعدي عليك شاب في الشغل يطلب منك يشتغل عندك، الولد ده هو ابنك في الدنيا اللي ما خلفتوش واللي ربنا سخره ليك عشان يشيل اسمك من بعدك. لما سأل ابوها في الحلم الراجل هيعرف ازاي الشاب، قال له انه هيجيله شركة ويديله قماشة حمراء. بعدها بيصحى الحاج عبد الرحمن من الحلم ايام وبيحلم تاني بنفس الراجل، فكروا بالكلام اللي قاله له في اول حلم قبل ما وليد ما يروح له الشركة. وليد بيطلب من البنت مواصفات الراجل اللي جه لوالدها في الحلم، واكتشف ان نفس الشخص اللي جاله فكوخ في اول القصة، وكمان نفس الراجل اللي جاله العزا وخلاه يشتغل عند الحاج عبد الرحمن. ملخص القصة ان دعاء الوالدين كنز لا يفتح الا بعد موتهما. اللهم بارك في عمر والدتي ووالدي وارزقهما الصحة والعافية، وارحم أمهات وآباء الجميع وارزقهم الجنة ونور قبورهم.